فين هو الهوزة؟ ما تهضري ليك خليتك المسخوطة حاضية يا تهضري فين هو الهوزة؟ وردنا هذيك هاويلي 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 مضغوطة الدنيا الحولة هاويلي 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 صافي أمي 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 فيقي أمي تعاونوا معايا الله يرحم لكم الوالدين تعاونوا معايا باش ناخذ الحولي الله يرحم لكم الوالدين هاد العواشر هادي وليد مسكينة خدات حولي يا صاحبي من الهوندا صاحبي نزل الحولي دارو في الهوندا وهرب ليها وخلاها مسكينة وحنا تكنبنا باش ناخذ داك الحولي يلاه جلسي جلسي يا بنتي نتسناو هنا يا السيده تمشي فهمتيني نطلبوها الا بغات تعطينا شي حاجه حنا عبد الله هي اصلا راك دير خير غادي تعطينا ان شاء الله ايوا الله بشري وبعدها الحول تاع العيد ان شاء الله يا ربي تجي ما تعطلش علينا يا ربي تجي جيبولي ما دمتي واه جيبولي ما دمتي جيبولي ما دمتي نديها صوبيتي واه جيبولي يا لي راح سلام اختي وعليكم السلام لاباس لالا كي دايره لاباس عليك لاباس الحمد لله الله يجازيك بخير راه من قبيله راه كنتسنى فيه مرحبا بغيتك اختي ها تعاونيني باش غنعاونك تعاونيني على قبل نشري الحولي تاع العيد الا جات على خاطرك اختي اش غنقول لك هذاك الشيء اللي كان عندي راني خرجته راه دلح كل نهار تيجي طقطق عليا واحد راني تقهرت شهدي راني درت ولا لا احنا كنخرجوا واحد النصيب في العام راه كيسالي كل عام ورزقه العام الجاي ان شاء الله يكون الخير يلا لالا سير الله زعما كيقولوا عليك كديري الخير انا لا كانت ماشي سوقك سكتي سكتي صافي سمحي لينا اختي سمحي لينا سمحي لينا لالا لالو كادي سمحي لينا لالا سكتي ويلي بحدي وانت اش هضرك اقول اش هضرك مع السيده دوي ما حشمتيش شي نهار تصيفطيني للحبس زيد الله يمسخك برهوشه اخرى مزيان تبارك الله سلام سلام ما كاين اخر الله وصافي راكي عارفاني العيد وادي ومسائل وصافي كتقولي ما كاين شد سفيان شد هاد البركه هادي عاون بها الدار في هاد العيد هذا انا عارفك ما عندكمش الوالده ما عندهاش ولكن انت انتي فقيره بحالي وما عندكمش ماشي مشكل عندي باني راسي لا لا الهام لا سفيان لا عاوني راسك انت والله لا هاد الامانه انا بغيت نعطيها لك فين هو الخاتم اللي كان في يدك حيدته فين هو حيدته هو اللي بعته باش جبت لك هاد الامانه هادي باش تعاون بها الدار وليده سفيان لاباس يا وليده لاباس ولدي اش عندنا في العيد الوليده لقيتيني دابا كنخمم منين غادي ولدي ها 12000 من الصباح انا نجمع فيها تحاولي ب 12 عندي الوالده انا 8000 ريال هاي عندي الوالده والحمد لله بعدا غادي انت عندي 8000 ريال الحمد لله ولدي والله الا تنديك على ديك 12000 بعدا 1000 درهم وتقدر تشري لنا 1000 درهم وغنمشي نشوف نطلب شي واحد ولا مول الحولي ولا وصافي الوالده انا راك عارفاني ما خدامش عارفك ولدي شوف قلبي طيب قلبي طيب بلا ما تعاود ليا وصافي الوالده صافي دابا راه مسائل عندك عندي صافي وغنعيط على اختك مالك ومالك مالك نعم مام سيري تسس نضالتك ويلا نمشيو فين غنمشيو نمشيو عند مول الحواله نوضي غنشري واخوك عطاني 8000 و12000 مخبياها يلا نوضي نوضي خلاص
انت تبكينا. شوفي شوفي الحواله كداك وشوفي الكار وشوفي هانت. شوفي ماما خاصة ناخذ ماما شي حول كبير باش ما نبقاش باش ما نبقاوش ضحك للناس. شوفي يا بنيتي هذوك الناس والجيران راه عندهم الفلوس وقادرين يشريوا الحواله كبار، حنايا بنتي راك عارفاني انا عا كنطلب راه بزز بزز باش جمعت هاد 1000 درهم باش نمشي نشري بها حوايلي على قدنا. ما بقاش فيك بنيتي الحال. عافاك بنيتي الله يرضي عليك. يلا وزيدي نشوف الحوايج. يلا السلام عليكم. السلام كيداير سيدي؟ لاباس عليك؟ مرحبا مرحبا. بشحال هاد الخير؟ وكل وتمانو انت سيدي الله يجازيك بخير. انا غنشيك من الاخر عندي 1000 درهم الا قدرتي تتعاون معايا في شي خريف واخا يكون عصغيور ماشي مشكل. واش نقول لك انا؟ لا راه العلف غالي وكيتقام علينا هادشي غالي. واش نقول لك راه دابا راه حنا كنربحوا شي حاجه قليله وراك شتي العام كيداز ما كاين لا الشلا والو الحمد لله والعلف غالي. الله يجازيك بخير. لا ما شوفني شي حوايج واخا يكون عصغيور. والله كيجيو عندي الناس بزاف بحال هكايا واش نقول دابا الا جيت دير بحال هكا راه واش نقولك انا على وجهك الدري وانتي بقيتي فيا وما عندك لا راجل لا والو. سيدي ما قصه طويله اخليها على الله وصافي خلي داك الجمل ناعس. واش نقولك انا نعطيك حولي ماشي ديال 20000 اكثر وغادي نتعاون معاك فيه. الله يجازيك بخير سيدي الله يكثر خير. انا نجيب لك واحد الحول. هانتي يا لالا هاو والله الا هذا ديال 60000. سكتي سكتينا. والله الا هذا ديال 60000 على قبل وجهك وبقيتي فيا غنتعاون معاك. الله يجازيك بخير اسيدي الله يجازيك بخير. ها هو الحولي ديالك وجب لي ليه الامانه. واخا سيدي مش هذا راه ماشي حولي. سكتي سيدي قدامي زيدك قدامي. يلا نمشي نجيب اسيدي الهونطا وغنمشي. يلا سيدي يلا. لا حول ولا قوه. عافاك وليدي واش دير ليا واحد الحولي للحيمون رشيد؟ ها؟ شوف لالا لما نكذب عليك موالو دابا جاي على قبل واحد الشيخات باغي نديهم غير بان غادي تعطل واحد شويه ملي قلت لي حيمون رشيد راه القضيه قريبه ماشي مشكله لالا ندير لك الحولي شحال تعطيني؟ ها ولدي غنعطيك 30 درهم تعاون معايا الله يرحم لك الوالدين. راه شريت غا واحد الخريف ب 20000 ريال ودابا الا بغيتي تتعاون معايا راه بحال مهمتك وصلوا لي الله يجازيك بخير. ماشي مشكلة لالا فين هو هاد الحولي؟ السلام عليكم. السلام. هو هذا اللي غيديك الحولي؟ لا زيد وهاوتادي واش بن هاوتا الله عليك الحولي قول بعد تقول بعد يلا الله يسخر علينا الله يسهل عليك الله يرحم على الوالدين امين الله يحفظك. Oh.
الله يرحم لكم الوالدين، تعاوني معايا باش ناخذ الحولي. الله يرحم لكم الوالدين هاد العواشر هادي، تعاون معايا اخويا. ها خويا تعاون معايا. الله يفرحك اخويا، الله يفرحك اخويا، بارك الله فيك. تعاونوا معايا، تعاونوا معايا، تعاونوا معايا. وفين سوفيا؟ بغيتك اليوم، بغيتك اليوم، دعمي واخا ما كتجاوبنيش على التليفون انا بغيتك. غنعرض عليك واحد العراض نمشيو نضربوا البير في عين الذئاب ودعم. اخويا كله همو. والله لا يعاني بيا اخويا عبد الله. ماك اخويا كما كاين باس. والواليده؟ مالها مسكينه. تسلفنا الفلوس وتكلفنا باش نشريو الحولي. دات مسكينه مع هذاك الفليزان مشات خدات حولي بيضا قاشي من لهوندا الدار الحولي وهرب صافي عرفتي نشدو اخويا عبد الله. اخويا خلى الله وصافي، الله يلا خلى الله وصافي. امتى شتي امتى شتي وقع؟ البارح في العشيه اخويا في الرحبه اللي عندنا في حيمون رشيد. ماشي انت ترى عندك هوندا ياك؟ عندي هوندا. كتعرف موين الهوندا؟ بحث لي في القضيه اخويا عبد الله، بحث لي في القضيه بالرجوله. واش نقول لك اودو سفيان خليك هاد الساعه اخويا خليك. الله يهمك. وفين سفيان؟ كيف بقات الوالده اخويا؟ وشويه اخويا عبد الله يسوى فيك الخير. واش نشوف الا كان ممكن؟ باش على خاطرك باش نشوف الوالده. ولا تشوفها؟ انا عارف الدار اخويا. يلا معاه. سي شوفها صافي راك عارف الدار اخويا دخل واخت هي ما كتعرفكش ولا شي حاجه دخل اخويا قول انا صاحب سفيان وبغيت نشوفك. السلام عليكم امي. وعليكم السلام. نازل معك وناخذ اختك ها وعلى الاخر دير الواد الحولي ما حشمتيش ما حشمتيش وتقول جيب لك فيك هذه هي العشره والله كل ما نزل بين العشره تنسرطك الحبس سير حد من هنا سير تفو شفتيه جبت ضربه من القريب هو اللي خرج علينا. السلام دير خويا بخير بخير حاش خبرت خاطر وين شي حوالي ديك 30000 30000 واش انت شفار واش انت مول هوندا اللي شفرت هذيك المره مسكينه اللي تيما الحولي دوي اليوم نعيط لك للبوليس اش مسكينه خليتيها كتمرمد هنايا حتى نتلقى اليوم نديك للحبس انا غنجي بغي ناخذ من عندك حولي على قبل هذيك السيد اه جاي بغي ناخذ له حولي تاع داك الشيء مشكل جبد لي حولي جبد الفلوس جبد 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 ديك الفلوس جبد سيد هذاك الباب حتى جبد الفلوس جبد ما كتمرقش الفلوس اخويا بنادم معايا الحال بقى فيا الحال الصراحه خليتيها كتمرمد مسكينه هنا وسخفات اه محشومه شيتي ما عندها الدريه مسكينه ما عندها باش تشري الحولي ولا تعاونش معاها جبد الفلوس جبد كل ما حشمت عيط لك البوليس راك انا غادي نزيد لك واحد 1000 درهم انا غنرجع معاك 500 درهم وغادي ندير الحولي للسيد انا غادي نتسناك حرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فين أخويا سفيان؟ لا ما نجي عندي علاش؟ واش بغيتي نقتلك نتهدى عليك؟ عبد الله سير حد من حدايا،
غبر حيد من حدايا قبل ما تدور لي النقشه. حيد من حدايا واش شافر من الحول وجهي عندي. اسمعني اش نقول لك بعد، اسمعني اش نقول لك. اش عندك ما تقال؟ قول اغويش بتقول. شي داك السيد زيد لي من عند الواد ديالك اللي ديتي الحولي من عنده اللي شفرتي له الحولي مالو زيد؟ مشيت خلصتو في حولي وقلت للسيد انا نجي عندك عطاه الحولي ديالها. الله يعاونك الساعه وسمح لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف داير بخير؟ بقيتي شويه؟ الحمد لله. والله الا بقيتي فيا داك النهار وقلبي تقطع والله. باش غنقول ولكن هذاك السيد راه انبو ضميرو، رجا خلص لي الحولي. ها هو الحولي ديالك. الحمد لله. ها الحولي ديالك. ها هو سردي ماشي بحال الاخر. بارك شدي معاك. الصحه والراحه. الله يعاونك. الصحه والراحه. يعطيك الصحه.